ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. النهاردة هتكلم معاكم على كتاب عجبني جدا بصراحة، وانا حابب ان انا اتبادل معاكم المعلومات اللي في الكتاب ده، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو العلاقات ما بين المغاربة والمصريين على مدار التاريخ، وازاي المغاربة كان لهم دور كبير جدا في التاريخ المصري بالاثباتات. الكتاب اللي احنا هنتكلم عنه كتبه دكتور حسام محمد عبد المعطي، وهو عنوانه المغاربة في مصر. هتلاقوه موجود بي يعني بي دي اف طبعا، بس انا عملت له داونلود وقريته كله، وحبيت ان احنا نحكي عنه بالطريقة اللي هي العامية كده، يعني نتكلم كأننا مش بنحكي كتاب، كأننا بنحكي قصة، ونحكي فصل فصل. اذا عجبكم الفصل الاول وحبيتوا ان احنا نكمل الموضوع ده عشان نحكي الدور الكبير، عشان المصريين يعرفوا كمان قبل المغاربة الدور الكبير للمغاربة في التاريخ المصري، لان انا كنت اتكلمت في ده قبل كده وقلت ان في مصريين كتير ما عندهمش معلومات ايه الدور المغربي في تاريخ مصر على مر التاريخ ومن القرن ال18، وهم ليهم دور كبير جدا. فالنهارده هنتكلم على الفصل الاول اللي هو عنوانه الهجرة المغربية الى مصر. المغاربة اللي انتقلوا في فترة القرن ال18 لمصر وعاشوا واستقروا فيها، وبقى ليهم دور كبير جدا في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها، في مدن اتبنت وفي مساجد عظيمه اتبنت في مصر، وفي دور تاريخي وتجاري واقتصادي كبير جدا. المغاربه ليهم بصمه كبيره جدا في مصر يعني. فهنتكلم دلوقتي نحكي الفصل الاول باختصار، هنقول الملخص بتاعه، وهو الهجره المغربيه الى مصر. في ناس كتير من اللي بيقروا في التاريخ فاكرين انه تواجد المغاربه كان قوي في مصر في فترة العصر الفاطمي بس، لكن الحقيقة إن المغاربة كانوا موجودين من العصر المملوكي، خاصة في نهايته لما سليم الأول اللي هو العثماني لما قضى على الحكم المملوكي، طبعا في القصة الشهيرة لما أعدم تومان باي وأخذ هو الحكم في مصر، تومان باي رفض الاستسلام وقتها، وسليم الأول لما لقى إنه المغاربة متواجدين بشكل كبير جدا في مصر حاول إن هو يجتمع بيهم عشان حس ان هم قوه كبيره ويكون ليهم دور كبير، فحاول انه يجتمع بيهم اكتر من مره لانه شاف ان هم بعد كده هيبقوا مركز قوه كبير جدا في مصر. اسباب انتقال عدد كبير جدا من المغاربه وقتها بتعد في اربع او خمس نقط. النقطه الاولى والسبب الاول هو الضغط الاسباني على المغرب في الوقت ده، لانه في الوقت ده سقطت جرانادا او غرناطه الإسبانية، سقطت. فالأسبان كان عندهم خوف كبير جدا من إنه المغاربة يعدوا قوة ويقتحموا أسبانيا، كانوا خايفين جدا من الناحية بتاعت المغرب، لأنه لازم تبقوا عارفين كويس قوي إنه المغاربة هم الدولة الوحيدة اللي في المنطقة دي ما سقطتش تحت الحكم العثماني. يعني الوقت ده بالظبط كان سليم الأول قدر يسقط المماليك في مصر، وقدر وأعدم تومان باي، وقدر إنه هو ياخد مصر. البلد الوحيدة في المنطقة دي اللي ما قدرش العثمانيين هما يحتلوها او يحكموها كان المغرب، ما قدروش ان هما يعملوا ده. فكان الجيش المغربي والقوات المغربية كانت مخيفة جدا لاسبانيا، فبالتالي اسبانيا كانت عايزة تقضي على الخطر بتاع المغرب عشان تريح نفسها، خصوصا بعد سقوط جرانادا او غرناطة. فضغطوا على الشواطئ بتاعت المغرب وبدأوا هما اللي يهاجموا شواطئ المغرب، فكان في قلق شويه في الفتره دي، فابتدى عدد كبير من الناس اللي في المغرب اللي عايزين مثلا يتاجروا وعايزين يحاولوا يبعدوا عن الحروب، خايفين قلقانين مش عارف، والجيش المغربي كمان كان بيرد في الوقت ده، فاتجهوا الى مصر وابتدوا ان هم، ورغم في معلومه مهمه جدا ان هم ما كانوش حابين الحكم العثماني، وده اللي خوف سليم الاول منهم. فالسبب الاولاني هو الضغط الاسباني على شواطئ المغرب في الفتره دي خوفا من الجيوش المغربيه. وكان في كمان بعض الاضطرابات السياسيه، ده السبب الثاني، وكان في بعض الاضطرابات السياسيه في الوقت ده نظرا لعدم الاستقرار اللي حاصل، فكان في اضطرابات سياسيه. طب مصر، انت بتقول ان مصر يا مجدي دخل ساعتها سليم الاول وكان في مشاكل وكان لسه المماليك ساقطين، طب ما هو في اضطرابات سياسيه برضه؟ هقول لك لا، لانه كان خلاص سليم الاول حط ايده على مصر وقدر يسيطر على كل حاجه، وباعدام تومان باي انتهى عصر المماليك، فبالتالي خلاص كان في استقرار. هو احتلال لكن هو استقرار، مفيش قلق يعني، فاللي مثلا عايز يتاجر يقدر يتاجر، ده كان السبب الثاني على حسب ما بيقول الكتاب. السبب الثالث هو الحج، لانه كان في قوافل الحج دايما كانت بتخرج من اربع
طرق، او في 4 قافلات اللي هم الشام، قافلة الشام وقافلة العراق وقافلة اليمن وقافلة مصر. والمعلومة الجميلة جدا انه قافلة مصر اللي كانت بتطلع للحج كان اغلبيتها مغاربة. القافلة بتاعت مصر دي كان اغلبيتها مغاربة، كانوا بيوصلوا القاهرة في النص الثاني تقريبا من شهر رمضان، وكانوا بيقولوا المغاربة ان هم بيرتاحوا جدا في مصر وبيرتاحوا جدا في القاهرة، وان هم كانوا بيحسوا انه خلوا بالكم من ده مصريين، عشان بس الناس المصريين يعرفوا المغاربة من قديم الازل بيحبوا مصر ازاي. قالوا انه اقرب بلاد الله الى المغرب هي مصر وهم المصريين، فكانوا بيرتاحوا جدا. فكانوا من 4 قوافل اللي احنا قلناهم اللي هم الشام والعراق واليمن ومصر، كانوا بيحبوا يبقوا مع المصريين وفي القافلة المصرية، كانوا بيحبوا جدا يرتاحوا في القاهرة. السبب الرابع هو موقع مصر ونشاطها التجاري في الفترة دي العالي جدا. مصر طبعا موقعها الجغرافي متميز، بتقع بتتوسط بحرين كبيرين طبعا اللي هم البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا، وكمان بتتوسط 3 قارات اللي هم أوروبا من فوق وآسيا يمين وأفريقيا طبعا. وده كان بالنسبة للمغاربة شيء جميل جدا، ان هو بيسهل عليهم التجارة بشكل كبير، يقدر يتاجر في آسيا ويتاجر في أوروبا ويتاجر في أفريقيا طبعا. فكان بالنسبة لهم، وده على حسب كلامهم وكلام الكتاب طبعا، انه مصر كان موقعها الاستراتيجي بالنسبة للتجار كان كويس جدا، نظرا لانها سهل جدا توصل منها لأكثر من قارة. المغاربة شافوا ان مصر مكان مناسب ليهم للتجارة والاستثمار، خاصة ان هم ارتاحوا نفسيا جدا في مصر. التوزيع الجغرافي للمغاربة في الوقت ده، يعني لو اقدر اقول لك احصائية مش هينفع يبقى فيه احصائية دقيقة، لانه طبعا احنا عارفين انه الاحصاء في الوقت ده ما كانش سهل خالص. فعلى حسب ما كان بيقول عالم من علماء الحملة الفرنسية اسمه ريمون، كان بيقول انه تعداد مصر في الوقت ده كان 2.5 مليون نسمة، المغاربة مثلوا منهم حوالي 10,000 حسب تقرير ريمون. وكمان احمد باشا قال انه احمد باشا الجزار قال انه عدد المغاربة في الوقت ده الرقم غير ريمون خالص، يعني ريمون قال رقم، قال 10,000 مغربي من 2.5 مليون مصري، فقال انه المغاربة كان عددهم حوالي من 40 ل 50,000 مغربي متواجدين في مصر، وكان منهم تجار كتير جدا بيحبوا يتاجروا في مصر ويتعاملوا مع المصريين. وقال انه كان بيتم التعاون ما بين المصريين والمغاربة بشكل رائع جدا وكأنهم ولاد بلد واحد. منطقة الأزهر، وده بقى اللي هنتكلم عنه في الفصل الثاني إن شاء الله، لو أنتوا حبيتوا الفكرة عشان نكملها في فيديو تاني نتكلم عن، نفصص الكتاب كله مع بعض. إحنا كده هنكون خلصنا الفصل الأول وهو هجرة المغاربة إلى مصر وأسبابها. منطقة الأزهر دي كانت أكتر من منطقة بتجذب المغاربة، نظرا للطابع الروحاني اللي فيها والطابع الديني، والمغاربة عموما بينجذبوا قوي للطوابع وللأماكن الدينية، فبالتالي هم حبوا جدا منطقة الأزهر وكان ليهم دور كبير قوي، الدور في البناء في منطقة الأزهر هنتكلم عنه في الفصول الجاية إن شاء الله. الفصل الثاني من الكتاب عنوانه هو العائلات المغربية في مصر، ده أنا قريته الحقيقة فيه معلومات جميلة جدا وهنتكلم عنه في الفصل الثاني. بتمنى تكون المعلومة وصلت بطريقة بسيطة. الكتاب ده بجد بيحكي دور كبير جدا اللي طول عمري بتكلم عنه للمغاربة في مصر، وإزاي كان التاريخ المصري ممزوج طول عمره بالتاريخ المغربي. قلناها قبل كده إنه البلدين دول هم الأعرق في إفريقيا واللي عندهم تاريخ كبير ومن أعرق بلاد العالم طبعا. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، ولو حابين إن احنا نكمل الفصل التاني بتاع الكتاب ده اكتبولي في التعليقات عشان نكمله إن شاء الله، والسلام عليكم.